حاج صباح الخير. خير صباح الخير. كيفاش تسموك؟ كيفاش تسموك؟ سموني حسين بن الحداد. واش من عام زدتي؟ 43. 43. وين واش من بلاصة؟ واش من بلاصة؟ سريبيو بالمقورن. مقورن. وسريبيو. حاجة قريتي ولا قريتي في السوق تاعك؟ ياه. قريتي ولا ما قريتيش؟ ما قريتش. ما قريتش. خويا قاري اللي شيف دي كلوبوست. وانا نخدم نولي. ها عندك. حاجة كنت تسمعي بالسياسة بكري؟ ياه. السياسة كنت تسمعي بها؟ وينه؟ بكري السياسة. اي. هذو الإسرائيليين. عندي أنا بدات عندي. كي جو عندكم؟ اي. واش من عام جو عندكم؟ جو عندنا من 55. 55. 55 لحقوا لنا. لقوني في عمري 10 سنين. اي. عدد نخدم نولي. في الحق هو 65 55 كان خويا زاد العسكر هذا حسين جميل لو عنده. كي كان زاد العسكر خرج مشى معاهم قعد معاهم دوك مسؤول قعد معاهم مسبل وداروا المسبلين جاو لينا ثما اللي كربوا داروا لي وكاع القاشي كل هذه واش من عام هذه؟ 55 55 لايموا كل القاشي وداروا عليه الاجتماع اللي مسبل مسبل واللي قنطاقت قنطاقت واللي داوه داوه واللي طيب طيب هما اللي خويا جاوه مولا زي العسكر وسمعه قعد معاهم مسبل حسين جميل عاده وبعدنا نخدموا هكذاك معاهم نخدموا معاهم ثم عدت انا رفعه في عافي بدي يقلب بصر انا عدت نخدم ولا يحوصوا عليه بيعوا ولا يحوصوا عليه في كل وقت يحوصوا عليه الشرشيت نوليه خضاني بن عمي أو ثم حسن حسني العربي هذا كان راني دائرة شكاية للوزارة المجردين على خدمتي قلونا الشهادة راني نخلص ما خلف الشهادة ما عطانا ما اللي قعدت نخدم هذه واش من عام هذه؟ ياه؟ من عام الزوج سيدي الزوج تم في تم نقول له ما نقول لك الا في 57 ولا ما نقول لك شداني بن عمي مولا 12 سنة يسمم ولا 12 سنة 14 سنة داني بن عمي قعد هو مسبل وخويا وخويا مسعود يا قاري عربي شيف دي كروبس صح شار شايت شتر 58 شار شايت ولا وحوصوا عليه وحوصوا عليا انا يجي لي البياع يقول لهم هذه قطو هي تخدم هو شيف دي كروبس بعد كما قلت شتا الدكري يقول لهم كي وسي حق نتاع يقول لهم نو ما بقاش عليها القبض مازال تسقينا ما بقاش ما يلحقش عليها القانون ثلاث مرات وهم يجوا لي عندي الجنود راهم زروا حيين على قيد الحياة اللي يعرفون. علاش اخوك؟ علاش اخويا؟ وانا في شرشيت معاه. صح انا نخدم. والزوج تاعك وين كان؟ الزوج تاعي معاه ثاني. كان معاه؟ اي شو من شرشيت كان مسبح. مسبح فاني؟ اي مسبح. صح. النهار اللي جاوز به الثلاثة قضاوا عليهم القبض، قريب قضاوا عليهم القبض، جاوا عليهم مقورنو ورابوا عليهم لقاوهم كملوا تهربوا في الزوج. راجلي الشاشات في 59 خلاني مولات شهر ونص بالحمد. عند واحد فضل. عند بن عم راه على جوجل يقولوا حسني العرب راه ثم راه جاء راه ثم دين ثم في القبر تاعو راه ثم مع جوجل الله يرحمه الله يرحم الشهداء وخويا قبضوه من وراه قبضوه في 6 اشهر ولا قريب 60 قبضوه الزوج تاعك بس تشهد في معركه ولا شنو هي؟ اي معركه 10 ايام هما داروا الاجتماع البراكه 10 ايام هما ثم في مقورن شي خبروك ولا كنت تشوفيه حكي لك كيفاش استشهد؟ ياه الزوج تاعك كيفاش استشهد؟ استشهد جايبين العسكر، عسكر يضرب وجابوهم قلت لك جابوهم من مقور وسواسوا كذا ما كان داير العس ملي كيطلوا فيهم هربوا جايين مع خويا، خويا منعه هو طاح طاح ثما وشفتو شفتو كي طاح شفتو كي طاح وقفت عليه من ثما لهبوه شعلوا فيه النار وما قداش وقعدوه حمر الزلط حراج شفتو بعيني حاجة لي خويا منع بعد من وراه للستين لقاو عليها القرار حسين جميل حسين احمد رفدوه قالوا له تخدم عندنا حشاك البقلاء وعندنا الرزق عندنا البقرات عندنا نتاعنا ولا خويا قلت لك شفتي قريب بصر المركز قحتن حسين جميل المركز قحتن ملي رفدوه حسين محمد رفضوه هداوه 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 كاع مع الدوزان هداوه كاع البعض بعض قرات البقلة الدوزان القمح الدهان كاع كاع رفضوه هداوه المطر تاع العسكر تاع المطر وجاو يدو فيا انايا ولا يتنطح ولا يتنطح كان هذا وحده يقولوا له بن الرزقية يعاقوه كاع الناس
قريب قطر عشرة بيك كوش كين قالوا نديك اسمعني الإخمال داخل فطري عفو اسمعني ندب وانا مغير راح إلى الفجة مع في الكيم ومع كنت عندك تفضل معي ايه؟ في الوقت عندك تفضل ولا مازال؟ كنت ابنك نزاد وين ولا زاد؟ شو وين السمعة غني أخوص؟ ابنك نزيد لا لا أخوي خاوتي ذو خاوتي لا تقول لي قاعد عندك في قرشك لا طفلة 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 كان زادت لا لا كانت في الساعة الساعة صح كانت في الساعة أنا بالحمل وليت أنت كم راجل حي من اللي داو خويا من اللي راح داو دوزين هذا هو حي الله يرحمه حسن العربي حي أو عندك استصمم من الثاني ملي هو كان حي في الحياة خلوني لسه ما نمشي في الحمل ملي ما لعب خويا اللي راح اللي رايح اللي داري اللي داو قالوا له راه يخدم على البلاطه والبلاطه تخدم في جبل الرفيع طايمه وخوه المسؤول خويا قلت لك زي العسكر المسطير زي العسكر هذا حسن فيه داروني لحقوني كما قلت انت يا لله قبل ما اللي يسمعني الكابيتان تاعهم في المواد تاعهم اللي حكم فيهم قال له ديرش بالك اسكت سكيه لا تندب جاي قال لي علاش تندب قلت له حوش انتو فيا وانا ما نروحش قلت له مع خويا قلت له ماما قلت له ما نروحش معاه قال لي تروحي مع ماما قال لي لاباس عليك ما سبق قلت له والو ما نروحش معاه عندي قلت له خاوتي تخلعوا خوه الصغير هذا راه لسا لليومونا قلت له يعرفوا كاع الجنود ولليومونا والله ما داد حاجه ولا خدم ها وهنا يسكن قلت له حسن يعقوب والله ما خدم حاجه راهم ولادو في الزوج في الدوله واحد عسكري وواحد واحد شامبي والله ما دام لك برام يقولوا له بني عمو قعدوا على قيد الحياه حتى هو بنسميهم لك حتى بالنخوه عدباب نكو الدباب نكو تنتع يقولوا له انت معروف ويخدم حتى بمكتب وعلام راه في المدينه وسبيل بومدين كوميسار راه في القصر البخاري هذو اللي راني حاسه بهم محسوب حيين بو يخلف راه في زين في قالوا لي في بشكاو محالك حال قالوا لي مات الله يرحم الشهداء قالوا لي مات العام الاول ولا العام الاول هذو اللي انا عارفهم كنت نخدم مع اللوحي مع الشيخ احمد الطابلاطي مع الشيخ احمد عبد المرشد هما الطاقات منطقات هذو طبعا حاج شكون ديرهم انت طيبينهم نطيب طيب, طيب. طيب. ونغسل ونوجد الجروبات ونسقسوا الجروبات الكيشيكو ياي يبس الجروبات يفكتهم على انزل هيجوا الجروبات يفكتهم على يفكتهم على يفكتهم على الشعب ياكلوا حتى الرحام يقول لك طحنتها وربي عاطيني الصحه الحمد لله ولهم على كريم شنو اللي على قيد الحياه مازال احمد الله وحش الشجاعه هل انت كنت تطحلي في الدار تاعك ولا في المحضر؟ في الدار كي في الثلج كي صبت كي صبت الثلج شحال يعطوهم كيلو؟ ايه شحال يعطوهم كيلو؟ كنا ما كانوا ما تقطعنا كنا في منقور وسواسوا كنا شحال كنت تطحلي من كيلو؟ نطحن نطحن فرق وين فرق وقعدتي على الناس يفرقوا يا قعدتي على لا لا تطحن فضل في يدها ولا تطحن بيدها بيدها بيدك كي تكثر تطحن الشيء حتى نحاول نطلع نطيب نغسل اجوا جروبات يتعشاو الحي انتم ما كشفتوش ما كشفتوش ما كسرت من داركم فرنسا جات من جزيها شي قلت لك الشهر شيء ثم وعدوا البيع وقلت لك تحوس وعدوا يحوسوا لاخويا ايه وعدنا هارب هو هارب ما عليناش زعما مسؤول هارب وانا كما قلت انت في الولاية قال لهم ما قبضش عليها القانون قال لهم زاد ما لحقتش الله صح اي كانت فرنسا يقول لك يجي الكابتن يقول لهم نو قال لهم ما لقاش عليها القانون زاد ما لحقتش الله باش تعذبوا اي باش تدوا يتعذبون يعذبوني قاعد تما كما قلت انت يا في البيت ويطلقوني والبياع داير له نتاعه ويدير لي ترجم لهم اي ويوري لهم هكا انا نشوف فيه بعيد جو لي ثلاث مرات راهم حتى على الجنود على قيد الحياه سي احمد ما عليناش الشاشات الحوفي سي عبد القادر مشط الشاشات سي عبد القادر بلاط الشاشات سي احمد الشاشات كاع على المنطقه سي احمد القليعي ابو علام القليعي الله يرحم الشهداء كان ثاني كوميسار و 12 سنه حاج انت قالوا من بعد ما قابلوكش ما قابلونيش من بعد كنت تخلي هذاك من بعد خويا هذا وين حل على هنايا الزبيري ضرب رديتهم الطياره كما راه تقول لك خويا السمره من بلاد من امه من بلاد من هي ملعبو رديتهم الطياره هذيك شت جدة وجا خويا كان خويا مربيته هذا اولاد بنتها مخليتهم في المثل عند امها عند جده
ارحل هنايا لبرازيل بويو يسكن هنا. ملي كنحل هنايا يسمى داني كيلحق تسكين ورحلوني للكا رحلونا للكا. وين بالضبط؟ رحلونا للكا كما في اللاقة في الحمرة نقولوا لها حمرة. ايه زملوكم؟ ايه لحرو رحلونا كاع في الستين رحلونا كاع خادرونا كاع هكذا ما كان خشوا لنا جنود وكاع درنا بن مسعود الجنود. ملي كيخلاني انا يا راجل بالحمل قلت له زيدت جبت الطفلة ملي بعث لهم خويا راه هنايا راه خاد شوية وقت وخو الصغير ما كانش. ملي كي قال لهم خطينا نديها وانتوما عندو ثوار محسوب عندها ثورة محسوب ما لقاوش يعملوا لي كيف الطفلة ما لقاوش يعملوا لي كي جبت الطفلة. ملي زوجوني هذا هو ثاني وشاشة ثاني وماتت مرتو وماتت امو وصيفاني راح لهم من ثم من وسط العشرة من مشبر من ثم ثورة زوجتك؟ اي هذا يعني عنده ذروة وغير مجاهد؟ اي مجاهد المسبب؟ اي مجاهد. ملي راح له ثاني ماتت امو ماتت انت عملي الثوار كما قالوا بها يعملوا لك الحنة للكا قالوا لي نزوجوك قالوا لي ملي كعات الطفلة صغيرة ما قوموش من دوب يعرفوني قاعد جنود معصوب يدوني ما مش ما يدونيش بصح ما لقاوش يعملوا لي كي جبت الطفلة. قالوا لي نزوجوك نعطوك لواحد مجاهد وانت راك لسه عايشين ثم لسه عندي 18 سنة ملي جيت لي عندي 18 سنة كلهم يعرفونا مازالوا الثوار يعرفوني قاعد